نتنياهو لم يكن يريد مواجهة إيران مواجهة عسكرية مباشرة، ولا هو قبل بأن يسمح لنتنياهو بأن يستهدف إيران. نتنياهو بطبيعة الحال وقف كثيرا مع ترامب ودفعه إلى أن ينسحب من الاتفاق النووي لقضية استراتيجية تتعلق بالأمن الإسرائيلي، وهي أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، لأنه لا يشكل خطر على خلفية أن إيران لديها سلاح نووي، لكنه يشكل خطر لأن هناك تفوق إيراني على إسرائيل، وإسرائيل نظرية التفوق في الأمن القومي الإسرائيلي هي النظرية يعني نظرية مقدسة، وهي خط أحمر، وبالتالي لا تريد أن يكون هناك تفوق لكل دول الجوار، مصر، الأردن، سوريا، العراق، حتى دول مجلس التعاون الخليجي. هذا التفوق الإسرائيلي يجب أن يكون تفوقا علميا، تكنولوجيا، فنيا، عسكريا، وكل شيء. هذه نظرية مقدسة عند وخط أحمر عند في الأمن القومي الإسرائيلي. وبالتالي الجانب الإيراني أيضا لديه خطوط حمر، وترامب أو بايدن يعرف جيدا أن التحرش مع إيران، ربما إيران لا تمتلك هذه القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة، لكنها في نهاية المطاف دولة كبيرة ولها قدرات، وهي تستطيع أن تربك الوضع في منطقة الشرق الأوسط من خلال إسرائيل، من خلال القواعد الأمريكية.